يا اخوي يا اخوي اسف والله ما شفتك، سامحني والله ما شفتك. راسي راسي يا جماعه ساعدوني ساعدوني تكفون، دعمته بالغلط دعمته بالغلط والله ما ادري رديت قري ولا دعمه بالغلط. ساعدوني ساعدوني رفعوا 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 رفع راسك 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 تعال تعال رفع رفع على الله لا يوفقك يا زين. فمو دق عليهم تاخرت ترى يعني ما صارت يعني دقيت 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 قالت بالطريق يعني شو اسوي؟ يفشله شوفي بس احنا اللي بالمجمع يعني شو نسوي يعني؟ صك حلجت صك حلجت لا صكك بالفاتوره الحين اطش الخرده بويك. اي ابوي ما يقدر يعلم امي شو سويتي فيه هو كذي. اهو اكسكيوز مي ايش تبين بعد اكسكيوز مي ايش تبي تطلبين؟ لا لا بخليهم يشيلون العصير. ليش يشيلونه دافعين فلوسه بندفعهم بندفعهم ليش ليش ما تبين خلي يحطون شاتي كوي هاتي يشيلون العصير. حسبي الله. السلام عليكم اخوي. السلام ورحمه الله. طوارة وين؟ خير في ايه؟ طايح على راسي من الدرج. الف سلامة. مين بس بطابة دنية؟ ايه حاضر. خير خير ما تقلقش. اللي ما يستحى على وجهه انا على المنمار رديت ذبحته. استحوا انتوا غلطانين اصلا، حد يطلع معي اهل؟ لا والله، والله شو نسوي؟ ما حد يطلعنا. ما احنا هاي تيم مثل بعض الناس. اللي تطلع وتسرح وتمرح وما حد يدري عنها. شوف اذا تقصدين جود، جود ما تسرح وتمرح، انا اعرفها زين. والله صدق؟ انا ما اظلم احد. اسالها وين قاعد تروح وترد كل يوم مع هالهايته المطلقه؟ عيب عليك؟ عيب عليك وقصري حسك، عيب الكلام هذا اللي قاعد تقولينه عيب. جود طولي بالك ترى قاعد تغشمر معاك مو من جدها ترى. لا ما قاعد غشمر، مو قاعد غشمر. اسالها وين كانت اليوم؟ طول اليوم ما شفناها. انا اثق فيها واعرف ايش قاعده تسوي، اعرف عقلها، اعرف تفكيرها. اي عيب عليك واحترمي نفسك وحطي لسانك بحلجك. طبعا اللي يقول الحق يصير غلط. مشعل ما يرضى أحد يتحجى عني، حتى كلام مو زين أدري فيه. الله لا يحرمني منك يا مشعل. لو سمحتي تفضل. رفيجي داخل بالعناية صار عليه. هو في غرفة العمليات دلوقتي لأنه عنده نزيف داخلي. نزيف؟ عارف نفسي. هين يا جود، مسوية روحك المديرة في هالبيت. لا وتحبين بعد قاطة روحها على الريال والريال لا يعجبته منها. أنا أكثر واحدة مش هالمعجب فيها أدري. الحين بتفضلك يا مشعل. الحمد لله دلوقتي حالته بقت مستقرة، تقدر تمشي دلوقتي وتيجي الصبح هتلاقيه إن شاء الله فاق من البنك. هاي يما ليش تأخرت؟ أيستدق عليك ليش ما ترد؟ ما كنت مع الشباب ما فيني شيء. شنو هذا اللي معك؟
كاميرا صاحبي نزام هاي. ما بدنا نشمه. تعال بكلمك. تعال انت وين رايح؟ الشرها مو عليك، الشرها علي انا اللي ناطرتك للحين وما نمت. اوف. خلصني. يلا تعال خلصني قول لي ايش صاير. نطرى يمه نطرى يا عنات مستعيله راح اقول لك ايش صاير، نطرى خلي اشرب الماي. انطر؟ يا لي هالحزه وتقول لي نطرى شنو المصيبه مسويها؟ انا مو مسوي شيء. الموضوع ما فيه ابوي. قام حق مرته فصل عليها كسر ضلوعها، ايش كان يسوي فيك؟ سوى فيها بالضبط. بعدين جاي بفر علي انا، انا مالي خلق بيني وبينك. دشيت الغرفه ضبطت جنطتي ومن دريشه لي عندك على طول. وليش كل هذا؟ ايش صاير؟ طلعت حامل وهو قايل لها ما يبيها هال، فقام وكسرها عاد. حامل. الحمد لله اني تطلقت وافتكيت من وجه الودر. اي والله الحمد لله، بس مو هني الموضوع يمه. موضوع ان انا بكره عندي مدرسه ولازم انام تعبان، وين اقدر انام؟ الا تعال انت على هالجنطه. ايش كثر ناوي تقعد عندي ان شاء الله؟ يعني الله يهداك يمه، مبين من الجنطه ان انا جاي مبيت النيه ودي اعيش عندك، ادير بالي عليك. وبعدين ترى بيني وبينك انا زهقت من الطق، خل اوريك ظهري شلون صاير ازرق. عاد ما ابي اشوف. ما ابي اشوف. كسرني يمه ما اقدر، انا بقعد عندك اريح لي والله. يعني مطول. اسمعني عدل. الغرفة هذه فاضية، روح شوف لك دبرة، اخذ لك كمبل، خيشة، أي شيء تغطى فيها ويصير خير. قطيعة. شكرا يمه. ايش فيها الله يهداك قاعد تكلمني شي ما ادري كأنها شايفة، ما ادري ايش شايفة. صدق انك ما تستحي على وجهك. انت ما عندك احساس انت؟ انا ابو دارك ما تقول هذول اخواتي شلون اخليهم شي قدام الله وخلقه وامشي عنهم؟ عيب عليك عيب. قاعد احاكيك انا ليش ما ترد؟ انت هي ايش فيك؟ بلعت لسانك ولا نقص لسانك؟ قاعد احاكيك انا ايش فيك ما ترد؟ ايش فيك الصاير؟ دامت واحد. شنو؟ دامت واحد مات؟ بس حالته حيل خطرة. يعلك إن شاء الله بهالحال وردة يا زين، يعلك إن شاء الله من مصيبة لمصيبة وتطيح وما تقوم. هذا من دعاي عليك. أنا دعيت عليك يوم هديتنا ومشيت من كل قلبي، قلت يعلك تدش بشبة، بس حسافة ما دشيت بشبة. أحسن عشان تخاف مني وتعرف إن أنا حبتي والقبر. دنيا أنا وايد خايف. زين شلون صار هالحادث؟ شلون وين يعني وين دعمته وشلون شلون صار؟ شلون وين جت الطقه؟ ركبت السياره ورديت قري وما طالعت المنظره ودعمته ونزلت ولا اشوفه طايح على راسه. راسه؟ ما يصدق. زين راسه وين عيونك ما تشوف؟ هذه اقل شيء فيها 15 سنه سجن ولا مؤبد. اكيد يا مسبب له يا ها يا جلطه. نزيف دخلي. والله وطحت وما حد سمع لك يا زين. عافيه لا تقولين حق احد انا وايد خايف. زين هم شلون كذي هادينك؟ انا بعرف شلون مخلينك كذي. وديت المستشفى وهو كان واعي، قال لهم انه طاح من الدري وبس. صدق؟ حليله والله طلع ولد حلال. احمد ربك ان الله سخر لك اياه. تدري عاد ان اول مره تكسر خاطري؟ خلاص لا ذك خلقك، انت نام الحين، حط راسك ونام وارتاح ومن اصبح افلح. دنيا؟ نعم. عندك لابتوب؟ ايش قاعد تدور؟ قاعد ادور اي شيء خلينا نشوف يمكن نوصل حق شيء.
هاج ركبي الفلاش ركبيه. استغفر الله. كا هاجيج شكلها هذيل عياله وهذه زوجته. واي زين والله عورني قلبي حرام عليك. امبي شكله صغير. تكفين روحي ضميري من ابني لا تخليني احاتي اكثر. لا حول ولا قوة الا بالله. وعلي اكيد الحين اهله قاعدين يحاتونه. الله يهداك بس يا زيون على عملتك هذه. زين تعال انتم ما قدرتوا توصلون حق احد من اهله؟ رقم اي شيء ما دقيتوا على احد؟ بلا لقيت رقم ودقيت عليه بس الجهاز مسكر. زين شو اسوي الحين؟ ايش فيك خرعتيني؟ تعال. انت باي حد تاخذ كاميرا الريال واغراضه الخاصه وتطل بجنطته وتطلع الفلاش وتطالع صوره انت ينيت؟ تدري ان هذه جريمه ثانيه الحين؟ من صدقك؟ لا والله.